وتطهير الداخلية والقضاء. وزير الداخلية يكون مدني. لا في اقتراحات كتيرة لوزير الداخلية. الدول المتقدمة مصر كان مدني. الدول المتقدمة روسيا قبل عبد الناصر آخر وزير داخلية كان مسؤول مع وزارة الداخلية، مسؤول من حقوق الإنسان والقضاء. وزارة المواصلات قبلها مجلس استشاري في الوزارة. المواصلات خد وزارة الداخلية. قولوا كل اللي عايزين. إعداد برنامج واضح للعدالة الاجتماعية، علاج، توظيف، أجور، معاشات. بس لا مش عايزين الفقاويات على طول. مش فقاويات، مش فقاويات. الثورة مش من كده. دي حكم محكمة قالت كده. حد أدنى البطالة 1200. أهم شيء الحبس الأكثر حد. دكتور أسامة، تطهير الوزارات من كل العناصر الفاسدة. زي وزارة بالظبط الصف الثاني والثالث. زي وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة الإنتاج. سيد مشعل. أكمل يا جماعة بعد إذنكم. وزارة الإعلام، تمام؟ الكلام ده كله لازم يتشال منه العناصر الفاسده اللي جواه، وده اهم مطالب عندنا. المحافظين يا فندم يكونوا من اسباب الثوره، من داخل رحم الثوره. هي ولا الف في الف واحد. توافقيه من احزاب الثوره حديثه السن من 45. معلش يا فندم، يعني نمره واحد المفروض تنحي المجلس العسكري. المجلس العسكري يمشي عدم تدريس. هو يمشي يمشي عدم تجريم قانون نمرة واحد طالما لا تضر الانتاج. نعم. هو جزء من النظام السابق ولا يمثل مصر بعد 25. ونبيل العربي ده يا دكتور مش كم من النظام السابق. طبعا طبعا ابيات شعر بتبقى ابيات شعر. لانه هو جزء من النظام السابق. واسامه هيكل ده مش كتب يوم 23 23 يناير كتب قال يا جماعه يا ريت ما ندنس اليوم العظيم بتاع عيد الشرطه بالمظاهرات ضد الشرطه. يبقى الغاء وزاره الاعلام. ده مظاهرات، ما كانش عارف ان هي هتبقى ثوره، تمام؟ وبقى دلوقتي في عصر الثوره بقى هو وزير الثوره. انا مبقاش في وزاره وزير الاعلام الثوره. مبقاش في وزاره اعلام. عصام شرف اول ما مسك الحكومه قال لك انا هشيل وزاره